السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ مساكم بخير طيبين. انا عبد الله جميل، مو عبد الله جميل، لا هذه المرة مرة جميل كذا، فاهمين؟ مرة مرة جميل. شوف شباب، في ستايل جديد، في يوتيوبر ينزل فيفا جديد كذا، بينزل في الساحة يربط شعره على ورا. ايش الستايل الجديد؟ ايش الحركات هذه يا عبد الله؟ ايش اللي قاعد يصير يا ابويا؟ دقيقة بجيب لكم شيء يشبه هذا الشيء، اصبر دقيقة واحدة. شوفوا صالح كيف صار. يا الله، اصبر يا ادم، اصبر يا الله. حتى شوفوا زعلان مضايق كاره عيشته، حلقت له شعره طبعا قبل اسبوع. طبعا ذيله، واهم شيء شوفوا الذيل كيف. ها هو نفسه. روح يا وحش. يا الله وحشني اليوتيوب يا جماعه الخير، احس صار لي دهر كذا، صار لي زمن عارفين ما سويت فيديوهات يوتيوب. طبعا انا غبت عن الساحه في اليوتيوب، غبت عن السوشيال ميديا بشكل عام، كانت فتره صعبه علي، فتره اختبارات في الجامعه وكذا، والحمد لله خلصت الترم الصيفي، الحمد لله معدل كامل. غيرت السيت اب زي ما انتم شايفين التحديثات اللي قاعد تصير في الغرفه. طبعا في مشكله اللي هي هذه المنطقه واحد واثنين، المنطقه هذه الجدار هذا هنا بغطي المنطقه هذه بلوحه، او الجدار حقنا حق اخر مره تتذكروا الجدار اللي كنا نعلق فيه مشاركات الناس، يمكن نخليه هنا في هذه المنطقه، وهنا بنجيب نيون لايت، حنكتب عباره. ايش العباره اللي نكتبها هنا؟ تقولوا لي اياها تحت في التعليقات ايش تشوفون. انا بالنسبه لي احس لو كتبت محارب الطفش حيكون مره كويس، ماشي؟ انا اصلا كذا، يعني احنا في اليوتيوب نحارب الطفش دائما باستمرار، وعندما يذكر الطفش تذكر الالعاب، بالتحديد كول اوف ديوتي، اللعبه اللي راحت عليها اجمل سنين مراهقتي والله العظيم. انا المراهقه عندي مره بسيطه، راحت في كول اوف ديوتي وجيم اوف ثرونز، صراحه جزء كبير من سنين حياتي راح على هذه الثنتين. يا اللعبه حاليا وصل الجزء 16 بالمناسبه، سويت عنها مقطع من قبل وصادف ان المقطع والله جاب فيوز كويسه، وبنفس الوقت اعجب ناس كثير، فقلت ليش والله ما اسوي جزء ثاني من كول اوف ديوتي. تظبيطه الاسلحه اللي راح نلعب فيها هي هذه، بلعب بالسنايبر هذا، مع اني ما احب السنايبرات بس مضطر العب بالسنايبر دحين، وبلعب بالام بي 5. اوكي هذه الاضافات على السلاح لو حابين انكم تشوفونها. 145 واحد في اللوبي، يا ساتر. الزبده لايكات قبل ما نبدا شباب، خلينا نشوف ايش راح نسوي فورزون. اوكي هذا الماب، حنزل في سوبر ستور لان سوبر ستور زحمه. يلا هلا بالعيال، هلا والله بالزحمه، ترى في ناس كثير عندي. ف هلا بالكاش، هلا بالدرع، هلا بالكاش الثاني. ابو سلاح، ما ابو فلوس، ابو سلاح. اوكي الاصوات مرعبه، الاصوات تخوف. يا ربي يا ربي سلاح، يا ربي سلاح، يا ربي سلاح، سلاح واحد. ايش هذا؟ اها حصلنا سلاح، شكله مره نايم بس حاخذه. اوكي هنا في حاجه اسمها ديد سايلنس، اللي ما اعرف ايش ديد سايلنس حتعرفها ان شاء الله في الجيم. وين الناس؟ طيب انا اول حددت على الباونتي، فبروح اخذ الباونتي. شايفينها هنا؟ اوه رشاش المويه، هلا هلا برشاش المويه، مين يتذكر هذا الشيء اللطيف؟ هارت بيت سنسر، اللي ما يعرف وش الهارت بيت سنسر، الهارت بيت سنسر هذا زي كذا، شوفوا يطلع لي هل في ناس جنبي ولا لا، كويس انه ما في. اها باونتي 6000 دولار، يا سلام ناخذها. طيب عندنا مارفن لان، اذا ذبحنا مارفن لان ناخذ 6000 دولار. احنا الحين عندنا 9200، خلينا نروح نذبح مارفن لان. شوفوا مارفن لان متواجد هنا، ليتس جو. انا الان قاعد ادخل منطقه مارفن لان، اسم مارفن لان الحين مخروش صح، هو هنا. اقول لكم حاجه، ابى اشغل الديد سايلنس. شغلت الديد سايلنس، شغلت الديد سايلنس. انا ليش رميت السنتكس؟ او ماي جاد، ايش هذا؟ كونترا باند، ايش هذا؟ ايش هو الزد هذا يا ورزان؟ هذا شيء جديد علي، كونترا باند. هذا الشيء اذا رحت للمنطقه هذه اللي تبعد عني 500 متر بيجيني 11200. والله ما اروح المنطقه هذه اللي تبعد عني 500 متر. والله تدري انا اخذ سياره واروح، بلبس دروع اول شيء لانه دروع يعني مره مهمه. يو اي في، هلا والله، اعطيني اليو اي في. الله الان اقدر اشوف الاعداء المحيطين، في واحد هنا. انا كاني قاعد اشوف واحد يركض، تدرون بجرب ادعسه ان شاء الله ما يشرد. يا ربي اقدر ادعسه. لا دخل جوا البيت. اوكي يمديني ادعسه. قاعد اسمع ورايا، قاعد اسمع. اوكي خلص الدروعي، عنده دروع كويس، عنده 5 دروع، يا سلام. انا صراحه بكمل طريقي للمنطقه اللي انا رايح. في واحد يمشي هنا، تعال تعال. يا رب اقدر ادعسه، يا رب اقدر ادعسه. اطلع يا رب، يا رب يطلع، يا رب يطلع عشان ادعسه. شكله داخل جوا البيت.
يا رب يقدر يطلع، يا رب يا رب يطلع، يا رب يطلع. اطلع تكفى تكفى، اطلع تكفى تكفى، اطلع. اوكي في سياره هناك، اطلع يا ادمي يا ادمي، اطلع يا ادمي. ما راضي يطلع. اوكي اسحب عليه. اوكي انا همشي بروح للسياره. فين راح على السياره؟ طيب خلينا نروح نسلم شنطتنا اول شيء. بعدين السياره هذه، في سياره ثانيه ورا. شكله داخل المبنى، شكله داخل البرج. ها في مولوتوف. مين اللي رماه؟ يا عيال انا ما ادري ايش قاعد اسوي، هذا شيء جديد علي ترى في ورزون. اوه يا الار بي جي اللي شطف، ايش هذا؟ هلا بالهليكوبتر جات. الله سلمت الشنطه، واحس في 20 مليون عين على راسي، احس في 20 مليون. قال لكم في واحد في البرج، قال لكم في واحد في البرج اللي رمى المولوتوف. اوكي شكرا، حطوني في السجن. يا ليل ام الاسلحه الناعمه. يا عيال السلاح نايم صح؟ في واحد قاعد يرمي علي. اوكي رجعنا يا شباب. الله ما في رسبون بعد كذا. وخويي هذا اللي ذبحني هنا، فانا بنزل باخذ اللود اوت اول شيء. والله لا تجيك. اسمع انا اخذ اللود اوت. اوكي باخذ سلاحي اللي انا سويته من اول. السنايبر حقي. الله كذا الواحد يقدر يلعب زي الناس. اطلع. اطلع يا لا. يا لا. يا لا. اللعبة هذه تخوف يا اخوان. ايش هذا القصف؟ على مين القصف هذا؟ على مين؟ اوكي ما عندي طلقات سنايبر. يا الله يا النكبة، فضيحة يا عيال، فضيحة اللعبة هذه. أنا للأسف اضطريت ما أعرف ألعب وورزون. خليك عبود، خليك على مالتي بلاير. اطلع 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 بسرعة، اطلع 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 بسرعة، اطلع اطلع. باقي لي طلقتين. والله لا اجيك، والله لا اجيك، والله لا اجيك، والله لا اجيك. ما ابغى، ابغى اللوت. ما حطلع له لاني صراحه ابغى ارسبن. يعني كيف اطلع له، كيف اطلع له بدون ما استعمل الصعود اللي قبل شويه؟ ما بطلع، ما بطلع يا عيال. باقي 30 واحد في الجيم. ما ب... أنا لازم تتخذ قرار. الله والله إني بموت، والله إني بموت، والله إني بموت. الله إني بموت. السلام عليكم، مسنتر لي، انتظرني من أول. يا الله يا الله يا خبي. أسمع مشكلة، ذبحت أربعة، ذبحت أربعة، ذبحت أربعة. أوكي أوكي أوكي. أعتقد حان الوقت لجيم إضافي، لأن صراحة أنا عن نفسي أنا ما رضيت بالشيء اللي قاعد يصير. يلا كابتن برايس. ليتس جو. هلا كابتن برايس. ها الشعب كله نازل، معليش. ها. أوكي. يلا. حصلنا الباونتي، أنا على طول بالطبع الباونتي، ما أمي دخل. ما أنت شايف؟ ووهوهو. حركات سعاوي، أطلق عليه وهو في الهواء. أنا جايك يا نوراغامي، جايك يا نوراغامي، جايك. في واحد ذبح لي الباونتي، شكرا. الله شكرا. واحد ذبح الباونتي يا عيال، الله ما قصرت، يعطيك العافية. في اثنين جنبي داخلين في فايت، ف أنا بخلي أيوه. حبيبي حبيبي، اديني لوتكم، اديني لوتكم الاثنين حبيبي. بالحنكه، والله بالحنكه يا اخوان، والله بالحنكه. لا وزيدك تاخذ السياره وتشرد. يا لبيه، يعني مو مره اشرد يا عيال. بروح البقاله، نسيت معليش، اروح البقاله اشتري اي في. اي عندي 12000، معليش معليش يعني. اوكي خلينا اول شيء نشتري اي في، بعدين نشتري سيلف ريفايف كيت، بعدين نشتري
لا ما يحتاج أنا. أوكي. الآن نبغى نشتري يا جماعة الخير لوداوت، لأنه اللوداوت حقنا أبو كلب للأمانة يعني. لوداوت دروب هيد يور واي. أها في لوداوت نازلة في الزون. ياي. خلني أروح لها. كير باكج ماركت. خلني أشوف الزون أول شيء. كويس أنا نزلت في الزون. طيب أنا بروح أخذ اللوداوت وبجي. أعطيني أي في. يعني ما في أحد حولي. يا لبيه. ما في أحد حولي لين جهة اللوداوت. يا لبيه يا شيخ. ما حد مرة ما حد في ال ما حد في وش ذا الجيم النايم يا عيال ما في احد ما حد في الجيم الا انا احا باقي 50 واحد فوق ناخذ اللودات يا وحش اعطيني اللودات حقي سنايبر وبركاتي ام بي 5 حقي يا سلام اوكي توب 25 ما ابغى اجيب العيد ابغى اضمن الفوز يا شباب وانا حاليا برا الزون وفي واحد عندي قاعد يفرفر طيب خليني اشغل اليو اي في واشوف العيال فين اوه لا في اثنين عندي في اثنين عندي وفي الملك، الملك هذا شكله اقوى واحد في الجيم، الله يستر. بينجو فيو، ار تي في فور ريزن. في واحد في المبنى هذا بطلع له عيال. ايوه. الكم. اعطيني شنطتك. اعطيني شنطتك. السلام عليكم، الزون جاي. السلام عليكم. اقول لكم حاجة؟ وين السيارة؟ ها في واحد قاعد يطلق علي. سري لا تطلق. انا الزون قاعد يجيبني ما ابغى انحشر من الزون يا عيال. الزون قاعد يدركني في واحد على يميني. اوه اوه كيف جابني؟ عندي سلف ريفايف كيت قوم قوم شوفوا هنا. كيف جابني؟ كيف جابني حرام؟ كيف بطلقة؟ كيف بطلقة؟ اوكي رحت على السجن. جبته كفو. اوكي ابغى سلاح ابغى اي شيء ابغى اي حاجة ممكن لو سمحتم بنزل هنا بنزل هذا البيت الله يستر. ان شاء الله ما يكون ملوت بس والله انه شكله ملوت والله انه شكله مرة ما في لود. الله انه ما في لود. سلاح نايم شتقن معفن يا عيال شكلنا خسرنا الجيم. حرام. اوه ماي جاد ما في اي نوع من انواع اللوت ابدا. شفتوه؟ شفتوه يا عيال؟ اوه ماي جاد فضحت نفسي فضحت نفسي. طيب ابذبحه وباخذ لوته. الوضع صعب ما في شيلدات ما معي شيلدات وهذا ما يبغى يتحرك. يا عيال توب 10 توب 10 سيتويشن. اوكي البونتي مات في واحد ذبح البونتي شغل البونتي فين هو الشغل ايش نخرش اللي ضدنا بس هو هذا نخرش اللي ضدنا ما نهتم نفوز اهم شيء نخرش اللي ضدنا بس هو هذا. يا الله يا عيال الزون يا عيال توب 9 توب 9 يا عيال توب 9 سيتويشن ادخل الزون ولا ما ادخل؟ لود اوت دروب هيد يور واي. ها في لود اوت في لود اوت جايه يا رب ما حد يروح لها. اوه ماي جاد 100 متر والله صعبه. جاس فور تارجتس ريمينينج جود ورك. باقي اربعه باقي اربعه يا عيال. لا حرام الخامس حرام الخامس والله حرام والله حرام كان يمديني كان يمديني كان يمديني يا الله يا الله حرام يا الله يا متوتر مشكلة السولة هي يعني أنا مشكلة السولة يا عيال. مقهور والله حرام والله حرام المركز الخامس يا عيال كان مديني يجيب الجيم. بس صدقوني لما أقول لكم إني راح أرجع بمستوى أحسن من هذا مستوى 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 بتشوفوها إن شاء الله الجيم الجاي أوعدكم إنه في جيم من الأيام راح أجيبه وأذكركم بهذا الشيء شباب. المهم يعطيكم العافية على المشاهدة هذا كان فيديو تجربة
طول الورزان. اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. صدقوني راح ارجع بفيديو اجيب فيه الجيم، راح افوز في السول باذن الله. يلا لا تنسوا اللايكات، اشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. على خير، سلام عليكم.